ايه الشياكه دي كلها؟ انا برضو ولا انت اللي كل يوم عمال تصغر وتحلو؟ انا كل يوم بحبك اكتر من اليوم اللي قبليه. يمكن يا حبيبي عشان مش عايشين مع بعض. لا يا حبيبتي، احنا لو كنا عايشين مع بعض مش عارف كنت هجيب لك حب منين. انا خلاص خلصت كل الحب اللي عندي وانا معاكي. انا بقى الحب اللي عندي ليك عمره ما يخلص ابدا. انا عشان كده بحبك قوي، نفسي اخدك في حضني. طب ايه اللي منعك؟ السمك له عينين. يا فكرتيني بالسمك، انا فعلا نفسي فيه. سوري، انا عارف انك مش بتاكلي سمك عشان عندك حساسيه. ام سوري. هو انت مفيش حاجه ما تعرفهاش عني؟ مدي ايدك لو سمحتي. اهلا وسهلا. اقدم لك نفسي، صلاح عبد العزيز جوز حضرتك من سنه ونص. 549 يوم يا جوز حضرتي يا حبيب قلبي. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتعديهم باليوم وبالساعه كمان؟ طب مستغربه ليه بقى ان انا اعرف انك انت عندك حساسيه من السمك؟ طب ايه رايك بقى اول ما نرجع مصر هعمل لك حته دين اكله سمك تاكلها بالهنا والشفا، هتاكل صوابعك وراها وتاكل عني وعنك، لان انت يا حبيبي لما بتاكل انا اللي بشبع. يعني هاكل لوحدي؟ يعني كده انت بتعلفيني وبعد كده ناويه تذبحيني على ايدك كبير؟ ها ده لو كده بقى ده انت تبقى احلى اكله في الدنيا. بحبك انا، بحبك يا ندى والله العظيم بحبك وبموت فيكي كمان. ايه انت قلت ايه؟ بموت فيكي؟ ايدك على 100 جنيه بتوعي دول بتوع الرهان. احنا مش اتفقنا تقول بعيش فيكي؟ ما تقولش بموت فيكي دي ابدا. راح نسيت، بعيش فيكي يا ندى يا حبيب قلبي. انت عارف ان انا علمت الكلمه دي لهاني اول امبارح طلب مني فلوس؟ طبعا نشفت ريقه بس اديتهم له في الاخر، فقال لي بحبك قوي يا ماما بموت فيكي. قلت له يا حبيبي انا بعيش فيك. والله والله. طب وعمل ايه؟ قام بسني كده اهو، انبسطت قوي بوسته. طب وبعدين؟ وبعدين انا بقى حضنته كده اهو. اه السمك سمك يا ندى له عيون. يا سيدي خلي اللي يشوف يشوف بقى، خلي السمك يتعلم مننا الحب كده. طب ما نخليه يتعلم كل حاجة. لا يا صلاح ما ينفعش كل حاجة ده.